العفش ديالي كان ولدي كيلعب قدام الباب عندي في واحد البلاصه باركينغ ملكيه مشتركه ديال السكن كاملين. كنطلع عليه مره ما نصرش. واحد شويه كنسمع في الغوات ديال الوليدات الصغار، ها قريبه ديال السته بحال هكا، كنسمع في الغوات ديال الوليدات الصغار. ما انتبهتش، قلت انا غير وليدات صغار تيغوتوا صافي. واحد شويه كنسمع الوليد تيعيط عليا، خالتي راه قلت لك تياكلوا الكلاب، راه تياكلوا الكلاب. هبطت ما نكذبش عليكم، هبطت واحد الحاله الله اللي عالم بيا. كنهبط كنلقى ولدي الكلاب كيفتارس فتارسين، لقيت الكلاب حيدين منه، هزوا الولد في ايده غادي يجري به لومبيلونس الوقايه المدنيه اللي حداها. انا تابعه ولدي والسيد سبقني، تابعه ولدي كنجري هزو في لومبيلونس ومشى ما استناونيش انا لومبيلونس، لان ولدي كانت حالته مستعجله ما استناونيش. كان دخل في غيبوبه، الخلعه والضربه اللي فيه قاصحه وداك الهجوم الوحشي اللي تعرض ليه داك الوليد، لان كان فوق الطاقه ديالو. وداك الوليد باقي غير صغير بواحد الطاج ديال 9 سنين ويتحمل ويعيش معاناه بحال هذه صعيبه على اي واحد. مني هبطت كنمشيت عند السيد بغيت نهاجمو كنقول ليه حشومه على هادشي اللي درتي، حشومه على هادشي اللي درتي لولدي، راه عيب وعار. كيقصدوني حتى انا الكلاب كانوا غير يفترسوني، هزيت عصا بغيت نبدا نضرب في دوك الكلاب. جا هو كيشد في الكلاب ديالو خايف عليهم من ديك العصا اللي غنعطيهم، هز الكلاب ديالو ومشى في حاله فرار. حيت عرف راسو اش دار، ما تبعنا ما سول فينا ما تدخل ما عرفش حاله الولد ما حتى شي حاجه. مشينا حنا للسبيطار، داتو الوقايه المدنيه للسبيطار الهروشي، الوقيته اللي داوه لقيت انا بواحد نص ساعه ولا ربع ساعه موراه مني عارف الطاكسيات وهادي، عاد باش وصلت عليه انا لقيت ولدي باقي ما دخلوش. الاب ديالو ما كانش حاضر ديك الساعه في الواقعه، كان خارج. مني اتصلوا به الناس جا الحق علينا، لقينا ولدنا هزي وغير الولد وباقي ما داروا ليه لا مستعجلات لا والو، ما دخلوه ما حتى شي حاجه كاي حاله عاديه. ولدي كان يقدر ديك النهار يموت. مشيت لقيت حالات صعب من ولدي عادي ما كاينش مشكل. بدينا كنغوتو بدينا كنديرو، عاد عيطو للطبيب جاو دخلوه، سير دير هاد التلفازة سير دير هاد الراديو، دارو معاه داكشي اللي خاصو يدار عندهم هما. دينا الوليد دلوه عليه الفاصمة، قال لك الخياطة ديال عضة سكن ما كتخيطش. من دينا الوليد من بغا يمشي قال ليه الطبيب ديه وإلا طلعاتو سخانة يعني عطاه احتمال، راه عارف الخطر راه كاين. وهذا هو اللي خلاني أنا ما جلستش على ولدي، قال لي ديه وإلا هاد الوليد طلعاتو السخانة وإلا خنزت ليه ولا هادي جيبو لعندنا. ديك الساعة علاش غنجيبو عندكم غنديه ندفنو؟ علاش غنجيبو عندكم؟ المشكل ما خاصش هاد الاحتمال يكون مطروح، لأن الصحة الحكومية خاص يكون عندها نفس النيفو اللي كاين في الصحة المصحات الخاصة. علاش؟ علاش ولدي ما يداواش عندكم تما في ديك المصحة الحكومية؟ هادشي مصرحوا لينا سيدنا وعاطيه لينا اننا حتى حنا كمواطنين خاصنا نلقاو العلاج الافضل، ماشي نمشيو نلتجئوا حتى نعطيو الفلوس عاد هاد الوليد يتعالج. كون ما طاحش هذاك جارنا اللي وصلنا بهذا المحسن الله يجازيه بخير ودانا ديك المصحه خاصه كون ديانا تفنتو دار. هذا هو السؤال المطروح اللي كيطرحوه المغاربه كاملين واللي تيعانيو المغاربه كاملين على الصحه بحال هكا دايره. علاش الدرويش والمسكين ما كيلقاش العنايه اللي خاصها تكون حشومه؟ هادشي ما وصلنا لهاد الوقت هذا وباقيين كنعيشوا بحال هادشي. اللي طلق الكلاب على ولدي ولا عدد كبير من الاطفال باقي في حاله فرار، وامن الله يجازيه بخير متجند ليه، لان هاد الوليد تحسبوه دابا ولدهم ودار معانا السي رجوي الله يجازيه بخير اللي كنوجه ليه الشكر من هاد المنبر اللي هدر معانا وحتى معنويا خلى فينا واحد الثقه اللي كنا افتقدناها، لان صراحه افتقدناها. انا حتى الدائره اللي قريبه ليا ما بغيتش ندير فيها ديك لاراسيو، بغيت نمشي لابعد الحدود بالصوت ديال ولدي يوصل، لان هذا السيد طاغي وكيدعي انه عنده نفوذ موراه وحالات قبل من ولدي ما صوروا منه لا حق لا باطل. علاش انا بغيت الصوت ديال ولدي يكون الصوت ديال المغاربه كاملين ويحطوا راسهم في راسي انا ويديروا هاد الوليد ولدهم وما يسكتوش على بحال هاد الكوارث، لان هذه الظاهره اللي ولات دابا ديال الظلم وديال الحقره اللي ولينا كنعيشوها وكنتعايشوا معاها وكنتقبلوها على نفوسنا ولات متشيه كنعيشوها بحقره. الانسان يهضر ويوصل الصوت ديالو لابعد الحدود، كما انا ام مظلومه في ولدي ومضريت في ولدي وعشت معاناه مع هذا الوليد، انا غنبقى كنقولها وكنعاود نقولها مع هاد الناس ومع هاد السيد حتى العرق الاخر اللي غيبقى يضرب فيا ما غنتنازلش على حق ولدي.
لان هاد الوليد دابا ولا ولدكم حسدتهم، وكنطلب منكم وكنعاود نطلب تابعوا معايا قضيه ولدي حتى النخر، باش هاد الوليد على الاقل نفسيا يحس بالراحه ويحس بالثقه، باش ما تكبرش فيه واحد العقده نفسيه اللي غيتعايش معاه حياته كامله. شي واقع عدة مرات، وهاد السيد المشكل اللي عنده مع راجلي ومع الناس اللي كاينين هنا الساكنه غيهضروا معاه على قبل هاد الكلاب. كنا حاسين وعارفين ان هاد الكلاب كيشكلوا خطوره علينا، لان كلاب انت ما تقدرش، انت كبير وما تقدرش تدوز حتى من حداهم، كيهاجموا واحد الهجوم اللي ما نقدرش نوصفه لك. سبوعه انا كنقول سبوعه كانوا غيجهدوا مصارا ديال ولدي وهو حي، حشومه وعيب وعار نبقاو نعيشوا بحال هاد الشيء. ان حتى الساكنه اللي معاه خصها تحرك ساكن وتهضر باعلى صوت عندها، ولا حاجه حتى حاجه ما فوق القانون، حتى حاجه ما كتعلى على القانون. وصل غير صوتك وراه غادي يكون ان شاء الله كل شيء غادي يوصل. الحاله الصحيه ديال ولدي مدهوره، ولدي تيعيش واحد الحاله نفسيه صعيبه، وحتى الجروح اللي فيه باقه دابا وباقي المضاعفات يقدروا يبانوا، وحتى الشهاده الطبيه اللي عطانا الدكتور اللي كنتبعوا معاه اللي مشكور حتى هو اللي قام معنا المجهود ديالو. تخيل الدكتور شنو قال لنا بهذا اللفظ، قال لنا شوفوا هذه الحاله اللي شفت في هذا الولد، الا نتوما مشيتوا سامحتوا انا ما غنسامحكمش، حيت الدري هادشي اللي شفت فيه راه قال لك ضد الطفوله، هادشي راه افتراس، راه وحشيه ضد الطفوله. هاد الوليد هذا حتى الافاق ما بقاتش عنده، انه عنده احلام وعنده مستقبل، دمر هاد الوليد. كيفاش غيعيش هاد الوليد عادي؟ تخيل قال لي واحد الكلمه اللي خوفتني انا، اللي خوفتني وبقيت كنطرح فيها السؤال. مشيت ديتو واحد المعالجه نفسيه كتبع معاها الطبيبه، كانت قالت لي الطبيبه بدا تسجل اي حاجه طاحت لك في بالك، سجلها باش ملي تجي عندي الحصه الماجيه نتبع معاه. ملي سولت انا ولدي غير طرحت عليه سؤال، قلت ليه سامي دابا انت ولدي الا جبت لك هذا السيد اللي طلق عليك هذا الكلام شنو غدير ليه؟ تخيل ولد 8 سنين 9 سنين عنده هذه الفكره دات روج ليه في الدماغ ديالو، كي غتحس انت؟ قال لي نشدو نقتلو. تخيل انا ولدي تكبر فيه الاجرام ويكبر معاه في القلب ديالو، كي غتحس كي غنحس انا؟ هذا السيد خرج لي على ولدي، وانا ما نكذبش عليك غنبقى معاه حتى الاخر، لان ولدي الفكره ما عمرها كانت كدور لي في بالي باش يكون دري صغير يفكر انه يقتل. راه وصلوا لواحد النيفو اللي لا اله الا الله. وكنطلب هاد السيد ياخذ العقوبه ديالو اللي استحقها في حق هاد الطفل، لانه دابا دار هاد المشكل اللي دارو في حق الطفوله ككل ماشي في حق ولدي.